وكان للسلف نصيحة وتذكير. ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء وزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، وكان ذلك قبل نزول آية الحجاب، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء الذي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سلمان ليس له حاجة في الدنيا، يعني لا يهتم لي أطلاقا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما يعني لسلمان، قال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال سلمان نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال سلمان نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء صدق سلمان، رواه البخاري. فهكذا يكون التدخل لإصلاح حال من ترهبن وانقطع عن زوجته وتبتل، ويتدخل الأب أيضا للإصلاح وتحذير ابنته من مغبة إغضاب زوجها. قال عمر رضي الله عنه صحت على امرأتي فراجعتني أول مرة، ليس من عادة نساء قريش أن تصبح كلمة الزوج كلمتين، هي واحدة، وإذا بزوجة عمر تراجعه ترد عليه، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك؟ والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعه ذلك. أول ما تذكر ابنته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها فقال أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. من مكارم الأخلاق وجميل المعاشرة، وكما للمرأة عيوب وللرجل عيوب، أن لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، لا يقليها ويجفوها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فقد تكون شرسة خلق لكن دينة، قد تكون مستطيلة بلسانها لكن أتت له بأولاد، قد تقصر في الخدمة لكنها عفيفة. وإذا كان عندك عفيفة فأمسكها اليوم، فأمسكها، فقد دخل الفساد واستطال. وقد يكون الصبر والتحمل هو الشيء الوحيد. دخل طالب على شيخه فوجد عنده ولده يخدمه ويبره، فعجب من بره به. فلما خرج الولد قال العالم أتعجب من بره بي؟ قال نعم. قال له لقد عاشرت أمه أكثر من 20 سنة والله ما تبسمت في وجهي يوما قط، فصبرت فعوضني لا ما ترى بهذا بولدها مني صار في هذا البر. هي الضلع العوجاء لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها. فيا ليت هذا يأخذ ضلعا يجعله في مكان يراه دائما في المكتب، ضلع، ضلع من ذبيحة. فكلما حصل شيء من امرأته نظر في الضلع فرآه معوجا، فيحاول أن يقوم الضلع فلا يستقيم، يقوم الاعوجاج فيرجع، ولو زاد لانكسر. تأمل في الضلع يا عبد الله،
وإذا نظرت إلى ذبيحة موضوعة تأمل في هذا الضلع وتذكر زوجتك. الضلع خلقت حواء من ضلع آدم، الضلع هذا سر عجيب، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. في التفكير، في العقل، وقد يكون الرجوع إلى العالم من وسائل الحل. قال عبد الله بن عمرو، وكان من العباد الزهاد الكبار في الصحابة: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة لا يكترث. فجاء عمرو بن عاص إلى هذه الكنة حتى دخل عليها، فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير الرجال، لم يفتش لنا كنفا، ما كشف عن شيء من ثيابه، ولم يقرب لنا فراشا. قال عبد الله: فأقبل علي، يعني أبوه عمرو بن العاص، فعذمني، يعني أخذني وعضني بلسانه، يعني تكلم علي، فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني. وهكذا يستمع طالب العلم من العالم أكثر مما يستمع من أبيه. وكان بعض السلف دائم الوصية بالصبر، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع ابنته أسماء، وكانت تحت الزبير بن عوام رضي الله عنه. الزبير من هو؟ في جهاده وبذله وتضحيته وعمله للإسلام، لكن كان شديد الغيرة، وكانت زوجته مكلفة بأشياء كثيرة، حتى الفرس والعلف والسقيا والاستخراج الماء وحمل النوى من بستان الزبير. فزوجته بنت الصديق أسماء بنت أبي بكر شكت إلى أبيها، فقال: يا بني اصبري، يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة، جمع بينهما في الجنة. وهم رجل بطلاق امرأته فلقيه عمر فقال: لما تطلقها؟ قال: لا أحبها. قال: أو كل البيوت بنيت على الحب؟ يعني أنت تظن كل بيوت المسلمين هذه كل واحد فيها من الأزواج يحب زوجته؟ قال: وأين الرعاية والتذمم لك؟ رعاية وذمة. وقال بعضهم: وجدت في مكة شابا مصفرا فسألته عن حاله فقال: بليت بوصيفة فذهب رأس مالي في ثمنها ونفقتها وليست تحبني. فقال: استمتع بها وعدها بعض نعم الدنيا والآخرة. ثم سأله: هل تحبك الصحة؟ هل يحبك المال؟ قال: لا. قال: ألست تحبه وتتمتع به مع أنه لا يحبك؟ فهبها بعض نعيم دنياك وآخرتك، افترض إنها مثل المال، تحبه ولا يحبك. فقام كالمسرور ورجع إليها. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، وأن تتوب علينا، وأن تصلح ذات بيننا، وأن تصلح شؤوننا، إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسع لإخوانكم يسع الله لكم.